تراثنا. جذورنا. فخرنا. يضيء حاضرنا ومستقبلنا. أمانة بين أيدينا. تراثنا ثروتنا. في الكهف يقول لك تدخل الكهف تبكي وتخرج منها تبكي، علاش؟ تدخل الكهف تبكي لأنك جهة مغترب، والفكرة اللي عند الناس على الكهف أنها في الشمال الغربي وأنها منطقة نائية فلا يرغب فيها الموظف أو غيره. وبالطبيعة لما يقيم في مدينة الكهف ويتعرف على أهلها يتعلق بها، وبالطبيعة يخرج منها يبكي. جهة يبكي كمغترب ويخرج منها يبكي لأنه يخلي فيها أحباب وأصدقاء، ولأن مدينة الكهف كل نهج فيها وكل زنقة وكل شيء فيها يخلي الناس يحبه. باهين نحن، أنا فرحوا بالبران. هو من بعد وقت اللي يعشر لهنا ويروح يقعد يبكي على كل العشرة ذيك. ولأن جيرتنا باهية معاه وما يسمع منا كان الخير، ما يسمعش منا حاجة دونية بكل. وتقدم لكم ريم الفاية. لا على خاوي تلعبون عشت يطأ النجوم يطول الجبال. والكاف مهد الفنون رمز الشموخ، والكاف شاطئ الذهب بلا رمال. جيت على كل أوهام يا حلال عام، إياها يا حلال عام. الكاف أرض الخير والبركة. الكاف أرض الفن والمسرح. والكاف أرض الناس الطيبين. أما الأراضي المروية بدماء أشقائها الجزائريين الذين جمعهم مصير واحد مع التونسيين، فتلك الأراضي تروي ملحمة لا تنسى. وهي أرض الفنون، فهنا اجتمع شمل مجانين المسرح الذين كونوا ركيزة من ركائز الفن الرابع. ولا يا هلي لا يا لي لا لي، ولا يا هلي لا لي لا لي، يوم شن لا لي يا عبابي يا غيري انوسع في بالي. يا سلفتني مولاي حطيتك في الجيب ردي، فكرتك في ليلة ظلمة سيلت الدمع وكي. وهذه الأغاني التي تجولت على كامل تراب الجمهورية التونسية ثم حطت رحالها هنا في الكاف لتختبئ في قلوب الكافية الذين حافظوا عليها وحفظوها لأبنائهم. مرحبا
سهل. تو قلنا حاجه، علاش انت اخترت والعائله نتاعك باش تقدموا لنا بالله يا حمد يا خويا؟ نعم لله بنتي. علاش بالله يا حمد يا خويا؟ حمد يا خويا لان القطعه نفسها هي في النغمه التونسيه الصميمه، نغمه المزمون التونسي، واللي اشتهرت بها المطربه صليحه، وصليحه هي بنت المنطقه بنت الكيف، وعدة مرات كانت تغني بنفس الاغنيه في المدينه هذه في الدار هذه نفسها. هي من معتمديه الكيف؟ من منبر من معتمديه الكيف، نعم. ويقولوا اللي الكيف فيها برشا فنانين تعرفوا في التمثيل وفي الغناء، بلاد عريقه في التراث والفن. نعم بنتي، البلاد عريقه من قديم الزمان، كانوا فيها مشايخ اللي نحن ما عثرناش عليهم، ما دركناهمش في الفتره هذيك، بقى في عهدنا احنا. وانا اتجاوز 68 من عمري، كان تكوين نفسه في الدار هذه نفسها، كانت النهضه الموسيقيه انطلقت من هنا، من هالمحل هذا نفسه. مع شكون؟ مع الوالد عليه رحمه الله. مع الوالد. شو اسمه الوالد؟ اسمه سي عمار بن بالقاسم الحاج طيب. بويا انا وبو اخوتي وبوسي بالقاسم عمار اللي هو كان عندكم في الاذاعه وفي التلفزه. انطلقت من الدار هذه؟ انطلقت من الدار هذه، لانه قبل الاستقلال ما كانش ثم نشاط، كان ثم نشاط في الزوايا، نشاط في الزوايا اللي خارج المدينه، ما ثماش نشاط مستقر في المدينه نفسها. في الكيف كانت مثلا مجرد هوايه، مجرد مشاركه في كل افراح الكيف. واسمعيني انا سي بالقاسم ما ثماش دار في الكيف ما دخلناهاش في اعراسها وفي افراحها بمعيه صليحه المرحوم الله يرحمه. جاتنا هوني الكيف وعيات استخرت عنا سنين. انقطعت من الراشدية وجات هنا الكيف، مش تولي حرب بين الراشدية. ملا كيفاش من تعرفت الكيف بالذكار؟ وانت قلت لي تعرفوا فما المالوف، كان قبل المالوف الأصيل تلقاه مالوف الزوايا. مالوف الزوايا تعرف المالوف كان يتغنى بآلات الإيقاع، من غرزان وطار ودف أو دفي وكاو، كانوا عندهم مالوف الجد في المدايح نتاع الشيخ سيدي بن عيسى، كانوا يركبوا كلمات يركبوهم على نغمات المالوف، على البطايح او مثلا البرول او الموشح، يركبوا عليه كلمات على الشيخ سيدي بن عيسى. ساعات بالقلب نبشر وساعات لا لا ولا لا. ساعات بالقلب نبشر وساعات لا لا ولا محمد سيدي وعيني ترازي خيالة. Oh,
خطرت هفوفك وجرالي كجرح بين لك تناف يا بنية لنا ونتلمسة يا وما نشوفك ما رضي له وقتان قتان ما رضي له ويا وزاد عليا ما رضي يا سوق له في لاجبانة له لاجبانة تلايا سلاحك شنتي ما رضي له شرف عليك يا مودة بيزوك. أهم ما يميز الكاف هم أهاليها، فهم لا يملون الطرفة والدعابة. l'argent pour moi l'argent c'est pas un problème الفايدة في البونار كما يقولوا، خاطر l'argent ما fait pas le bonheur. اوكي داكور
غفار يا البحر بو مفتاح البحر بو مفتاح يا البحر بو مفتاح كان اسمها طرا طرا بس اللي جبتك في الليل جبت القصبة والبنديل شاري شربة ماك البيت واللي شرب راهو يرتاح محبون للحياة بمرها وحلوها هم شامخون كشموخ ولايتهم التي لا ترضى إلا التقدم والنظر إلى العلا فالكاف عروس زادها مالا على جمال